حنينه قوي يا اختي. ايه كل ده مش سامعه سنجتي؟ وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله الله الله، جبتيها منين دي يا مان؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ اه حلو. يو ما تصبر الا على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفرة كبداك يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يو انا جاي امسي على الست جمالات هانم، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه، وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم، فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا ولد. امال امال، بس خلينا بقى في المفيد. الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع. انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البت هاجر ما انت عارفه، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه، تاني يوم مصر كلها تعرف. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني، بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهانم يا واد. بقول لك ايه، يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خاطر. يلا لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ في هديه مجانيه. ما تخلص كبداكي وتوخل في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟ اه المعلم سلومه هو اللي زقق العيال. سلوكه؟ سلوكه ايه؟ اسمه سلومه. حاجه غريبه جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصه. وبقولي للباشا بتاعك كبداكي بيقول لك يا ابو دبوره ونسر وكاب، المعلمه مش عاوزه كتاب. سلام. سلوكه سلوكه ايه؟ هو انت مالك فرحانه قوي كده ليه؟ يو عشان طلع اصيع من ابو دبوره بتاع. ايه ده؟ مش معقول. الو متصله بنفسك؟ اقول لك انا مش عارف امسك. النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتاين وهابي يون اير، وحشاني ابل هاجر. بطل بكش يا سكه واسمعني كويس، الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى، وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصيلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، كنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطر يا سوكا خليه يجي يتبرع لها بالدم، الست حالتها خطر قوي. مسافه السكه وهجيله. ايه في ايه في ايه؟ لا هي الحكومه اتجننت ولا ايه؟ لا هو في ايه؟ لا مالك يا كبداكي؟ يا كبداكي في ايه؟ في ايه يا سوق؟ في ايه؟ حد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه، دي حاله انسانيه. يا عم حاله انسانيه؟ انا اللي حاله انسانيه يا جدع. ست انصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنجز حياتها. اتهت يا سوكا؟ دم ايه اللي هروح اتبرع بيه؟ وانا عند اهلي دم اصلا، سيبنا انا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لو ما روحتش ست انصار هتموت. انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولع، عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى كبداك عشان خاطري. طيب يا سوكا هقوم هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك، انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست انتصار. انت هتقول انا هنام؟ خلاص معلش. لا معلش ونبقى. ايوه يلا قوم يا صاحبي. ايوه يلا كبداك ايه كبداك ايه. صدقني يا سعاده الباشا انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات، وحرقوا ليه عدم المؤاخذه؟ هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا يا سعاده الباشا، انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر، خلاص بقى العفو والسماح يا حكومه. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقول لك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دافع لكم يا ابني انت وهو؟ المعلم سلومه يا باشا، جالنا خم الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه، وقال لنا اسكت في مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول، وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش ياذيها، هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. حاضر يا باشا. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقالي،
انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي حقي. هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر. هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم. ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى بعدين الكلام ده. يلا يا نجوى يلا يلا يلا, يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا بسرعه. اه يلا يا فاطمه. يلا يا فاطمه. الف سلامه على الست الوالده. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ ايوه. يلا يا فاطمه. بالراحه يا فاطمه بالراحه. منوره نجوان. الو. مساء الخير. مساء النور يا علاء. حضرتك عندك استدعاء للحضور في اسم شرطه مصر القديمه حالا. استدعاء ايه؟ في ايه يا علاء؟ انا عملت ايه؟ الله الله. ايه مالك مالك خفت كده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده. وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ظابط. في ايه يا علاء؟ ما تفهمني. احنا قبضنا على الحيوان اللي اسمه سلومه ده، والعيال اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه. عايزك تيجي تعدي عليا في القسم عشان اوريهولك وهو مرمي زي الكلب في الحجز. بعدين نقفل المحضر ونحوله على النيابه. طيب طيب مش مهم. خلاص مش مهم. وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم. انا مش عايز اعمل محاضر ولا حاجه. خلاص انا متنازله عن حقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تتنازلي عن حقك بعد ما جبتهولك؟ هو في ايه؟ انت تصرفاتك غريبه ليه؟ علاء انا ضيفه هنا عند كوريا قريبتي يعني، وما بقاليش كتير، فانا مش عايز اعمل مشاكل مع حد ولا عايز اعمل مشاكل لحد. خلاص انت ماشي يا سلوكه ده وانا خلاص مسامحه. يا ست اعملي مشاكل براحتك وخدي حقك، وانا موجود عشان احميكي. امال ايه لازمتي ايه؟ بقول لك مش عايزه. يعني مش عايزه يا علاء؟ في ايه؟ هو بالعافيه؟ خلاص ماشي الراجل ده من عندك وخلينا نخلص من الحوار ده. طب خلاص خلاص. طيب اهدي اهدي خلاص. انا اسفه يا علاء معلش، بس انا عديت بمشاكل كتيره قوي في حياتي، وكنت متخيله الحياه هنا يعني هتبقى اسهل، بس ما طلعتش كده. ما تزعلش مني معلش، حقك عليا. خلاص يا ست انا مش زعلان، هعمل لك اللي انت عايزاه، بس بشرط. بشرط ايه؟ اشوفك النهارده بعد ما اخلص شغل ونروح مشوار سوا. مشوار فين يعني؟ اعمل لك مفاجاه. لا مفاجاه ايه؟ ما تخلصني يا علاء. خلاص انا هكلمك قبل ما اعد عليك بنص ساعه عشان تلحقي تلبسي وبعدين حاجه اختك. طيب يلا ماشي. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله يا استاذ ابراهيم، اصل تعبناك معانا، بس انت شايف فصيله دم ماما نادره جدا ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده ابدا، ربنا يقومها لك بالسلامه. الله يخليك. بس انت اسمك حلو على فكره، نجوان. ميرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقالكيش كتير بره مصر. شكل كده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. اه ايوه، اصل انا ما قعدتش بره مصر كتير. انت تعرفي واحده اسمها هايده ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايده ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود. اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي. منوره مصر يا نجوان. هو احنا رايحين على فين؟ عامل لك مفاجاه. عامه خلاص احنا قربنا نوصل. مالك ساكته ليه؟ لا مفيش مفيش خالص. طب ما تتكلميش ليه يعني؟ ما هتكلم اقول ايه؟ اي حاجه. احنا من ساعه ما خرجنا وانت ساكته، وبعدين كل ما اكلمك ترد على قد الكلام. ما انا بتكلم اهو. انت متضايقه من حاجه؟ لا خالص خالص مفيش. تعالي على بيت اتفضل. اتفضلي. احنا فين؟ المفاجأة اللي قلت لك عليها. تعالي بس تعالي يلا يلا. ازيك يا عم سالم؟ تعالي تعالي ما تخافيش. لا يا علاء انا مش هدخل قبل ما تفهمني احنا فين. حاضر يا ست هقول لك. انا ساكن في العماره دي، انا ووالدتي، الدور الثالث الشقه اللي قدام الاسانسير.
وهي عزماكي على العشاء وعايزة تتعرف عليك. عشاء ايه بس؟ عشاء هي بصراحة قالت لي غدا، بس انا قلت لها ان انا هتأخر في الشغل، فاتفقنا نتعشى وهبقى انزل اوصلك. انا مش عارف، مش عارف يا علاء، معلش انا لازم اروح، تعالى روحني البيت. هو في ايه؟ بقولك ماما عزمانة على العشاء، بعدين دي قاعدة بتعمل في الاكل من الصبح، وانا اكيد يعني مش بضحك عليك، بعدين ممكن اخليها تنزل تستقبلك بنفسها. لا تنزل ايه، انا عايز اروح. بقولك ايه، انا كده ما عدتش فاهم حاجه، وانا كل ما اقولك على حاجه تقولي لي لا، اقولك تعالي الاسم شوفي المسجلين تقولي لا، تعالي عشان نقفل المحضر تقولي لي لا، عرضت عليك الجواز وعماله تتوهي في الموضوع، سالتك مره واثنين وثلاثه، في الاخر اللي بتقولي لسه ما فكرتش. دلوقتي بقولك هنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضو لا. هو في ايه؟ انا مش منقول من هنا غير لما افهم في ايه. مش هينفع يا علاء، والله ما هينفع، عشان خاطري والله العظيم مش هينفع. ممكن لو سمحت تبطلي عياط وتفهميني في ايه؟ وانا بقولك انا عدوك، انا بقولك انا بحبك، كل عايز افهمه مالك فيكي ايه. انا احكي لك على كل حاجه، ينفع بس نمشي من هنا دلوقتي ونقعد في اي حته؟ حاضر اتفضلي. انا احكي لك على كل حاجه، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. انا بحبك يا علاء، انا هجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك. انا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبه كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وانت مين؟